ولتسليط الضوء على تصريحات العبادي حول منع حكومته شن أي عمل عسكري من العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن السيد قصي المعتصم الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية. سيد معتصم، مرحبا بكم. يعني في ظل وجود هذا العدد من القواعد الأمريكية، هناك انتشار مكثف لعديد القوات الأمريكية داخل العراق، هناك إحصائية تقول بوجود أو تقر بوجود 8000 عسكري أمريكي داخل العراق. أمام كل هذه المعطيات سيد معتصم، هل بإمكان العبادي منع عملية عسكرية أمريكية ضد إيران تنطلق من العراق؟ تحياتي لك ولجمهور قناة الرافدين الأفاضل. بدءا، تصريحات رئيس الوزراء تبدو غريبة بعض الشيء، لأنه ليس في حسبان أي محلل عسكري أو سياسي أو استراتيجي أن تقوم هناك مع حرب بين أمريكا وإيران من خلال العراق، لا في البعد الجغرافي ولا البعد الاستراتيجي ولا الإمكانات الموجودة لدى الولايات المتحدة لشن هكذا هجوم. وإنما أعتقد يهدف الرئيس الوزراء من هذه التصريحات فقط لطمأنة إيران أنه ما زلنا متمسكين بالخط الذي رسم لنا من قبلكم، ويهدف من ذلك أيضا لدعم إيران له في الانتخابات القادمة، لا أكثر من ذلك. لكن هناك من يذهب، ربما يختلف معك في الرأي سيد معتصم، هناك من يذهب أن مؤشرات على مواجهة عسكرية قريبة بين طهران وواشنطن حتى يستبقها العبادي في تصريحه الأخير، هل أنت مع هذا الرأي سيد معتصم؟ سيدي الفاضل، لن تحصل، أنا هذا من قناعتي الشخصية، لن تحصل أي مواجهة عسكرية. هذا النظام العالمي منذ 20 عاما أو 30 عاما تم تغيير سياقات السيطرة والحرب الجديدة والاحتلال من خلال يعني توجيه هذه الدول أن تقاتل فيما بينها، كما حصل في العراق، في سوريا، في اليمن، في ليبيا. يتقاتل أبناء البلد الواحد والعدو يتفرج عليهم لحين إنهاكهم والسيطرة عليهم. هذه يعني تسمى الحرب الإنابة. هذا هو المبدأ اللي سارت عليه هذه الدول. إضافة إلى أنه أنت تعرف أن حاربنا نحن 40 فرقة عسكرية عراقية بكامل عددها، حاربنا إيران 8 سنوات ولم نستطع أن نحتل كل إيران، وإنما دخلنا إلى أماكن معينة بحدود 8 إلى 100 كيلومتر. إذن الناحية العسكرية شيء مستحيل، إيران وضعها الجغرافي يختلف. إضافة إلى أن دلاع حرب من داخل العراق إلى اتجاه إيران ستفتح جبهات أخرى ليس لصالح الولايات المتحدة أن تقوم بهذا العمل. لكن سيد معتصم، يعني إذا ناقشنا فن الممكن ولو بشكل جدلي، في أي خندق سيكون العبادي في حال اندلاع مواجهة بين طهران وواشنطن؟ العبادي لا يمثل شيء، جيء به ليكون رئيس وزراء. لا يوجد في الحكومة العراقية من لديه قرار بأن يخرج الأمريكان أو يبقيهم. أمريكا هي من تتحكم بالموقف العراقي منذ 2003، وعندما طردتها المقاومة 2011 حصل ما حصل في العراق من خلال المالكي ومن خلال ميليشيات ودخول داعش، وبالدليل أنه 400 شخص من الدواعش هزموا الجيش العراقي بالكامل واحتلوا 40% من أرض العراق. فكيف تستطيع هذه القوات أن تدافع عن نفسها؟ هذا أمر محتوم، ولا يوجد جيش عراقي حقيقي الآن حتى يدافع عن الوطن. لكن هل يستطيع العبادي منع الميليشيات المرتبطة بإيران، هل يستطيع منعها من التخندق ضد واشنطن في هذه المرحلة تحديدا سيد معتصم؟ بالتأكيد أن يستطيع، ولكن هو يدرك أن أي إجراءات تقوم بها هذه الميليشيات تجاه القوات الأمريكية ستقول الولايات المتحدة برد قوي على الأرض العراقية لا علاقة له بإيران، وبالتالي ستهزم الميليشيات هزيمة منكرة. لا يمكن للميليشيات، هذا كلام فقط في الإعلام، لا يمكن لهذه الميليشيات التي لم تدخل لحد الآن أي مواجهة وأي معركة منذ ونشأت إلى الآن. كل ما يصار في الإعلام هو كله يعني إعلام مفبرك عن قتالات لم تدخل، وأتحدى أي منهم، وأنا كلمت الكثير منهم خلال الفضائيات، لم يدخلوا في حرب حقيقية لكي يكونوا أهلا لمهاجمة قوات أمريكية أو غيرها. هذا هو الواقع الحقيقي. قصي المعتصم الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية، شكرا جزيلا لكم.